في كتير من الحقائق اللي شفناها في التلفزيون وسمعناها في المدرسة واضح إنها كانت غلط تماما، ومن ضمن الحقائق دي اختراعات بنفضل نشكر علماء عليها وهم مش مخترعين أصلا، زي توماس إديسون اللي مش مخترع المصباح الكهربي. في الفيديو ده هجمع لك أشهر الاختراعات اللي اتنسبت لأشخاص غلط. بدون شك إن ناس كتير في العالم مفكرة إن إديسون هو مخترع المصباح الكهربي، بس الحقيقة مش كده، ده ناتج مشترك بين أكتر من عالم. كانت أول محاولة لصنع مصباح كهربي سنة 1802 لما كيميائي هاميلف ديفي قدر يخلق ضوء بسيط خالص عشان يمرر تيار كهربي في خيط من البلاتينيوم، وبعدها حاول علماء كتير، انتهى الاختراع بأنه اتنسب لإديسون. على الرغم من ناس كتير مفكرة إن هنري فورد هو اللي اخترع أول عربية في العالم، لكن الحقيقة إن كارل بنزل هو اللي اخترع أول عربية بالوقود في العالم، وكان ده سنة 1885، وحصل على براءة اختراع في السنة اللي جت بعد كده. الأشعة السينية مش اختراع توماس أديسون زي ما بيتقال، بس كانت اكتشاف العالم الألماني ويلهام رونتجن في سنة 1895، وده كان أول جهاز حصل على نوبل في الفيزياء سنة 1901. ناس كتير بيقولوا إن جاليليو هو اللي اخترع التلسكوب، بس الحقيقة إن أول تلسكوب في التاريخ كان سنة 1604 وصنعه العالم الألماني هانز ليبرشي، وده عن طريق عدستين، عدسة مقعرة وعدسة محدبة عشان يقرب صور الفضاء الخارجي. رغم إن ناس كتير بتقول إن جرهام بيل هو اللي اخترع التليفون، بس الحقيقة إن في عدة مخترعين كانوا شغالين على اختراع التليفون ده، وبيل كان أول واحد سجل براءة الاختراع ده. وفي الواقع بيقولوا إن المخترع الأول للتليفون كان الأمريكي ريتشارد راي. في سنة 1895 ماركوني عرض جهاز غريب في لندن، قال إن هو اللي اخترع الجهاز ده. الجهاز ده كان راديو وكان بيستقبل موجات الهواء. الحقيقة إن الاختراع ده كان صاحبه نيكولا تسلا، وهو اللي كان نشر مقالات عن الجهاز ده وطريقة استخدامه في استقبال الإشارات اللاسلكية، بس هو ما كانش عرض الاختراع ده لعامة الناس. المهم ماركوني اعتذر عن ادعائه إن هو اللي اخترع الجهاز ده، بس الاختراع فضل منسوب ليه. الكينتسكوب ده اللي بيتعرض فيه أفلام في السينما، الناس بتقول إن الاختراع ده هو توماس أديسون، بس الحقيقة إن أول واحد عمل الاختراع ده هو ويليام ديكسون، وهو كان بيشتغل في فريق عمل إديسون سنة 1888. ديكسون حاول يسجل براءة الاختراع لجهازه كتير، بس كل اللي كان بيقف معاه بيواجه حوادث في حياته، وفي النهاية هو مات، فبراءة الاختراع خلصت لإديسون.